حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. صحيفة كندية تقول المتمردون الحوثيون ما زالوا يتزودون بأسلحة صنعت في إيران. موقع فرنسي الأسقف الكاثوليكي لجزيرة جيجو الكورية يدعو إلى حسن معاملة اللاجئين اليمنيين. ومن البيان دولة تغير لافتات الطرق تجاوباً مع اقتراح قدمته طفلة في السابعة من عمرها. أهلا بكم. حصل موقع الصحوانت على مستندات توثق لانتهاكات مؤلمة مارسها الحوثي على معلمي صعدة، ففي العام 2012 نزح الكثير من المعلمين من صعدة وغادروا مدارسهم بعد أن اختطفهم الحوثيون وسجنوهم وعذبوهم وأرغموهم على كتابة تعهدات خطية بالموافقة على مغادرة صعدة، وأن دماءهم مهدورة إذا ما عادوا مجددا إلى أي من مديرياتها. ويورد الموقع رسالة كتبها المعلم عبد الصالح ووجهها إلى وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، وقال في جزء منها: عملت مدرسا في محافظة صعدة قبل 17 عاما، وقد تعرضت للاضطهاد والسجن من قبل الحوثيين دون أي سبب، وقبل أن أخرج من السجن كتبت لهم مجبرا تعهدا بالخروج من صعدة وعدم العودة إليها، وإلا يصبح دمي مباحا. يضيف: كنت أعمل في مدرسة الأقيال بمديرية ساقين، وقد أخذوا مرتباتي عندما كنت في السجن. مسؤول في نقابة المعلمين اليمنيين تحدث للصحوانيت وقال إن الحوثي مارس مختلف الانتهاكات بحق المعلمين منذ عام 2009، وقد تنوعت بين تلك الانتهاكات بين القتل وتفجير منازل المعلمين والمدارس والتعذيب الوحشي وتشريدهم من منازلهم والخطف والإخفاء القسري والتهديد بالتصفية الجسدية وترويع الأطفال والنساء أثناء الاقتحامات للمنازل. بالإضافة إلى كل هذا جاء الاضطهاد المناطقي والتعسفات المالية والإدارية والفصل الوظيفي واستقطاع الرواتب واستبدال المعلمين بعناصر حوثية في التدريس وتطييف المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الناشئة بالكراهية والعنف. إلى الموقع بوست والذي تابع نتائج دراسة تتبعت جرائم ميليشيا الحوثي في محافظة واحدة، وعنون الموقع: أرقام صادمة لحالات الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في الجوف، حيث كشفت منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان عن إجمالية الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في المحافظة منذ 3 سنوات. وقالت المنظمة إن إجمالية الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة الجوف بلغت 14,447 حالة انتهاك مختلفة خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى يوليو 2018. ولفتت المنظمة في مؤتمر صحفي لإشهار تقريرها الحقوقي الذي غطى 12 مديرية وهي إجمالي مديريات محافظة الجوف، لفتت إلى أن عددا من المختطفين تم سجنهم في منازل سرية تحت الأرض. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن حالات الانتهاكات الحوثية تنوعت بين القتل والاختطاف والتعذيب وتجنيد الأطفال وتفجير المنازل والمنشآت والتهجير القسري، وضحايا الألغام وقعت في محافظة الجوف وخاصة في صفوف المدنيين وتحديدا النساء والأطفال. عدن بين البحر واليابسة. تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تذكر فيه أحداث وداع قديم كانت فيه عدن مدينة مختلفة عن حالها اليوم، وكانت تضم طلابا من مختلف البلاد ومعلمين من مختلف العالم. وقال نعمان مضيفا: في صيف عام 1966 خرجنا مجموعة من طلاب ثانوية خور مكسر بعدن إلى ميناء البواخر بالتواهي نودع أستاذ الأدب الإنجليزي بالمدرسة آنذاك السيد ماكايفر وهو اسكتلندي الأصل، ونقل إلى عدن من فيجي أيلاند قبل ذلك بعامين. منذ وصوله إلى عدن والمظاهرات والإضرابات العمالية والطلابية لا تتوقف، وكانت الثورة تتصاعد في صور عدة من الأعمال السياسية والشعبية والعسكرية. تعرض ذات صباح وهو في طريقه إلى المدرسة لشغب من قبل بعض المتظاهرين، تحطم بسببه الزجاج الأمامي لسيارته. جاء بعد الحادث إلى المدرسة وهو بشخصيته ذات الهيئة العسكرية، وكان متماسكا وأخذ يمسح بمنديله بقايا الدم الذي كان يسيل من جرح
فوق حاجب عينه اليسرى. هرعنا إليه نسأله عما حدث، تبسم وقال: كان علي أن أقوم بدور أحد بنوتردام لأتجنب الحادث. ما حدث لي ليس له علاقة بالثورة، ولكنه على علاقة بالشخصية التي ظهرت بها أمام المتظاهرين. رأوني في شخصية محتل، وكان يفترض أن أجعلهم يروني في صورة مدرس أو معاق. كان يضحك ويمسح الدم من على جبينه، وكنا في غاية الإحراج. بعدها بشهر جاء وقت رحيله، كان ذلك قبل عام من الاستقلال، فقد سرعت الحادثة موعد مغادرته عدن ضمن القوائم المعدة للسفر لأسباب أمنية. خرجنا إلى الميناء الذي سيستقل منه الباخرة لتوديعه. في لحظة التوديع قال كلاما كثيرا في وصف عدن وعن مشاعره: كانت هناك باخرة ضخمة تحمل سواحا في طريقهم إلى استراليا، قد رست على الفور في الميناء، وأخذ السواح ينزلون منها إلى القوارب التي تقلهم إلى الرصيف في مشهد تزين فيه البحر بألوان الملابس التي كان يرتديها السواح والقبعات التي يعتمرونها. نظر الأستاذ ماكايفر إلى السفينة وما أحاط بها من منظر وقال: كل ما أتمناه هو أن علاقة عدن بالبحر لا تفسدها علاقتها باليابسة. في عنوان بارز جاء في موقع المصدر أونلاين لخص طريقة وأسلوب تعامل ميليشيا الحوثي مع الأهالي، وقال الموقع: ألغام بلا خرائط تفضح استراتيجية الحوثي في اليمن. يقدر مدير مشروع مسام لنزع الألغام باليمن أسامة القبيصي عدد الألغام التي تم نزعها من المناطق المحررة في اليمن بنحو مليون لغم بمجهودات مشتركة من التحالف العربي والقوات الشرعية والمشروع الوطني، لكن العدد الذي لا يزال مدفونا في أراضي اليمن أكبر من ذلك بكثير. وبالإضافة إلى الوسائل التكنولوجية الحديثة، يستعين مشروع مسام بالمجتمع المحلي والبلاغات التي تأتي من السكان بشأن وجود ألغام في منطقة ما في غياب الخرائط. ويوضح القبيصي أن الجيوش النظامية عادة ما تزرع الألغام لهدف دفاعي وفق خرائط محددة وبعيدة عن المناطق المأهولة من أجل إزالتها في مرحلة لاحقة بسهولة، لكن الحوثيين وضعوا الألغام في البنى التحتية والمزارع وبين البيوت السكنية وحتى داخل البيوت نفسها. وبحسب تقرير الباحثة إليانا ديليوزي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، فإن الحوثيين يزرعون الألغام يدويا دون اعتماد نمط أو سجل يمكن تحديده، مما يزيد من الفوضى الأمنية في اليمن ويشكل تهديدا لحياة اليمنيين. الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى كتب مقالا عن الوضع العربي الراهن، وأضاف موسى في جزء من مقال نشرته الشرق الأوسط: يمكنني أن أصف الوضع العربي حاليا بأنه هش لا يحتمل هزة أخرى، وإلا تفرق شذر مثر، وإلى حد قد يصعب إصلاحه على الأقل في المستقبل متوسط المدى. هذا الوضع لا يصح أن يبقى هكذا، وكثير من العرب يدرك خطورة هذا الموقف، ويرى الخبراء أن الوقت حان لصياغة تصور لنظام عربي جديد يحل محل مرحلة الهشاشة الحالية، ويأخذ في اعتباره أمورا أساسية مثل تجارب الماضي والاعتبار بها وعدم تكرار أخطائها، وعدم إمكانية عزل أو فصل النظام العربي عن الحياة الدولية الحديثة ومتطلبات القرن 21، وكذلك عن التطورات الإقليمية الحالية، وأن يكون النظام المقترح جاذباً وليس طارداً، وأن يضع الشروط الموضوعية لذلك التفاعل مع الدنيا من حولنا، وأن يقوم النظام الجديد على قاعدة المصالح المشتركة وليس العواطف المشتركة مثل السياحة والتجارة والاستثمار وفرص العمل والتحسب لمخاطر تغيير المناخ. لن يكون بوسع القادة والمخططين أن يطوروا صيغة فعالة لنظام إقليمي عربي جديد من دون درجة مناسبة من الأمن المجتمعي والتماسك الداخلي، الذي لن يتحقق إلا من خلال سياسات اقتصادية واجتماعية رشيدة قادرة على تحقيق نقلة نوعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وبقية الخدمات الحيوية التي تستحقها شعوبنا. إنها نظرة جديدة إلى منطقتنا هذه التي عصفت بها أجواء الفوضى واختلط فيها الحابل بالنابل، وما زالت حبلى بكثير من المفاجآت. وإن كان كثيرون منا يتهمون المؤامرات الخارجية والتدخلات الأجنبية بأنها كانت لها اليد الطولة وراء ما حدث، فإن فشل النظام العربي كان في حد ذاته من الأسباب الرئيسية لحدوث هذه الفوضى ولنجاح مثل هذه التدخلات. نطالع من عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب ما يلي:
تقرير أممي جديد يؤكد تورط إيران في تسليح الحوثيين، وميدانياً مصرع 17 حوثياً وأسر 22 خلال استكمال تحرير سلسلة جبال البياض في نهم. ومن العاصمة المؤقتة عدن، نجاة قيادي في إصلاح عدن من محاولة اغتيال وبتر ساق نجله. واقتصادياً، البنك المركزي يعلن سحب الدفعة الأولى من الوديعة السعودية. وسياسيا، مباحثات عمانية أمريكية تركز على الحرب في اليمن وتهديد الملاحة الدولية. رياضيا، نطالع من موقع يمن مونيتور خبرا عن ناشئي اليمن بعنوان: ناشئو اليمن يواجهون اليابان في مستهل بطولة كأس آسيا. ويقول الموقع: يواجه منتخب اليمن للناشئين اليوم الأربعاء نظيره الياباني في العاصمة الأردنية عمان الساعة 8 مساء في بطولة غرب آسيا للناشئين. وكانت بعثة الأحمر الصغير غادرت مدينة عدن باتجاه العاصمة الأردنية بعد معسكر قصير أقيم بمدينة المكلا استمر لأسبوعين. وتضم بعثة منتخب الناشئين 22 لاعبا شاركوا في تصفيات التأهل خلال العام الماضي، كما تضم 2 من الحكام الدوليين الشباب للمشاركة في إدارة منافسات البطولة. وانسحب المنتخب العراقي في اللحظات الأخيرة أمس الأول فيما جرت عصر الثلاثاء عملية سحب القرعة بالعاصمة عمان للبطولة التي تضم اليمن والأردن واليابان والهند. وتأتي المشاركة في بطولة غرب آسيا في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تقام في ماليزيا خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 7 من أكتوبر القادمين. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية، ابقوا معنا. آلاف من الألغام زرعتها ميليشيا الحوثي لتحصد أرواح اليمنيين، يزرعون الموتى ويوزعون الخوف، وهناك من يسعى لنزع الموت وزراعة الحياة. أهلا بكم من جديد، نذهب لمطالعة أبرز ما قالته الصحف العربية والعالمية. أدلة جديدة على دور إيران في تسليح المتمردين الحوثيين، عنوان لموقع صحيفة لابريس الكندية، حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المتمردين الحوثيين ما زالوا يتزودون بأسلحة صنعت في إيران كالصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار. يقول فريق من الخبراء بتقرير سري قدم لمجلس الأمن إنه يعتقد أن الصواريخ البالستية قصيرة المدى والأسلحة الأخرى تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد تنفيذ حظر الأسلحة عام 2015. إيران تنفي بشكل قاطع تسليح الحوثيين، لكن الولايات المتحدة والسعودية تتهمان طهران بتقديم الدعم العسكري للمتمردين. وخلال الرحلات الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، تمكن فريق من الخبراء من فحص حطام 10 صواريخ عثر عليها كتابات تشير إلى صناعات إيرانية. ووفقا للفريق، فمن المحتمل بدرجة كبيرة أن تكون الصواريخ قد صنعت خارج اليمن وشحنت في أجزاء من البلاد وأعيد تجميعها من قبل الحوثيين. وفي رسالة بعثتها إلى الخبراء، تجادل إيران بأن الصواريخ عبارة عن نسخة محسنة محليا من صواريخ سكود تعود إلى الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع. وخلال تحليلات خاصة بالحطام الصاروخي، وجد الخبراء أن محولات الطاقة التي تنتجها شركة يابانية وكتابات روسية توحي بوجود صلة مع روسيا. ونطالع من موقع الفاتيكان الإخباري الناطق بالفرنسية والذي عنون حول اللاجئين اليمنيين: دعم البابا المالي للاجئين اليمنيين في كوريا الجنوبية. وقال المقال الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس: لجأ 561 مهاجرا يمنيا إلى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية منذ بداية العام، وقد فروا من الحرب في اليمن، وأعطاهم البابا فرانسيس تبرعا بقيمة 10,000 يورو على يد قسيسه الرسولي في كوريا الجنوبية المطران ألفريد زويريب. ويفيد الموقع:
تمزق اليمن بسبب صراع بين السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، ويشهد حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقا لتقدير الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك يفر العديد من اليمنيين من بلدهم ليجدوا أنفسهم على بعد أكثر من 8000 كيلومتر من الوطن في جزيرة جيجو الكورية. يضيف الموقع، من أجل مساعدة القادمين الجدد اليمنيين بعث لهم البابا فرانسيس تبرعا من خلال السفير البابوي لدى البلاد، وهكذا فإن البابا يرغب في دعم الترحيب باللاجئين اليمنيين. ومنذ وصولهم إلى جزيرة كوريا الجنوبية تضاعفت ردود أفعال كراهية الأجانب، ولذلك حث الأسقف الكاثوليكي لجزيرة جيجو المؤمنين على أن يكونوا متسامحين وأن يكونوا خيرين. عزيزي العالم، نحن نادمون بشدة لأننا فرضنا عليكم ترامب. هكذا يخاطب الأستاذ بكلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد جيفري فرانكل العالم معتذرا عن ما يقوم به رئيس بلاده دونالد ترامب. ويضيف الأكاديمي الأمريكي في مقال أعادت الغد ترجمته ونشره: نحن نأمل أنكم ما تزالون تصدقون أن أمريكا هي بلد أفضل من هذا، وأننا نحاول التمسك بحبال الصبر إلى أن تمر هذه اللحظة التاريخية الغريبة، ونأمل أن تنضموا إلينا عندما تنتهي هذه اللحظة في إعادة بناء نظام عالمي مفتوح وتعاوني وقائم على القواعد. عزيزتنا إفريقيا، نستميحك العذر عن تصريحات ترامب الفاحشة التي أهان بها بلدانك في كانون الثاني يناير. عزيزتنا أستراليا، نسمحك العذر على المكالمة الهاتفية التي أجراها ترامب في 28 من كانون الثاني يناير 2017 مع رئيس وزرائك، حيث أهان المهاجرين وتعمد إساءة فهم الحقائق المتعلقة بأحد التزامات أمريكا، وخلص إلى أنه وجد أن الحديث مع بوتين هو أكثر إمتاعا. عزيزتنا أمريكا الوسطى، كنت غير مرئية من منظورنا إلى أن وصلت مجموعة صغيرة من أسر اللاجئين البائسين إلى حدودنا، وعند ذلك قمنا بفصل الأطفال الصغار عن أسرهم وحبسناهم جميعا. كيف قد يتسنى لنا أن نمحو هذه البصمة؟ ربما يمكننا أن نساعد دول أمريكا الوسطى في التنمية إذا حاولنا، وبتكلفة أقل كثيرا من تكاليف الحروب اللعينة في أفغانستان والعراق. عزيزنا الاتحاد الأوروبي، نشعر بالأسف لأن ترامب وصفك بالعدو ولأنه يهتف ويهلل للقوى التي تحاول كسرك، ونحن نتأسف أيضا عن تعريفات الصلب والألمنيوم، كما نتأسف بسبب كل أولئك اللاجئين الذين أطلقناهم على بلدانك عندما زعزعنا الاستقرار في الشرق الأوسط. عزيزتنا ألمانيا، آسفون لأن ترامب دأب مرارا وتكرارا على إهانة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. عزيزتنا أوكرانيا، يبدو أن ذاكرة ترامب التاريخية لا تذهب إلى ما أبعد من العام 2014 عندما قامت روسيا بغزوك، أو إذا كان يتذكر ما حدث قبل ذلك فإنه يقول لا بأس، لأن كثيرين من الأوكرانيين يتحدثون اللغة الروسية. نأسف لهذا. نحن نعتذر أيضا لكل دولة لم أذكرها في هذه الجولة. إن هدم ترامب للنظام العالمي القائم على القواعد والحقائق والداعم للتجارة يضر بالجميع، وأرجو أن تحتفظوا لنا بمقعدنا في الاجتماعات والمنظمات الدولية، فسوف تعود الولايات المتحدة الحقيقية. ما قصة نجمة جنوب أفريقيا شاشي نايدو التي منعت من دخول إسرائيل؟ تساؤل يملك إجابة عليه موقع شبكة البي بي سي بالقول: السلطات الإسرائيلية منعت مقدمة البرامج التلفزيونية والممثلة المعروفة في جنوب أفريقيا شاشي نايدو من دخول الضفة الغربية وإسرائيل مدة 10 سنوات بعد محاولتها الوصول إلى الفلسطينيين. وكانت نايدو نشرت نصا لها على إنستغرام تدعم فيه إسرائيل ضد حركة حماس التي وصفتها بالإرهابية، والاضطرابات في غزة التي وصفتها أيضا بالمستنقع. وبعد أن انهال عليها كم هائل من الشتائم والانتقادات اللاذعة، أخذت تفكر في البحث بشكل أعمق في الوضع في المنطقة، ثم اعتذرت عن كلامها السابق وعبرت عن أسفها وندمها لعدم إدراكها مدى معاناة الفلسطينيين والأزمة الإنسانية التي يعيشونها منذ عقود. وانضمت إلى منظمات مناهضة ومقاطعة لإسرائيل من أجل فلسطين حرة لتأكيد نيتها في تصحيح الخطأ. وفي مؤتمر صحفي قالت نايدو: قلت في قرارة نفسي، دائما ما يكون هناك طرفان في كل قصة، ولابد لي من سماع الطرف الآخر.
صحيفة البيان قالت بأن طفلة عمرها 7 أعوام أقنعت هيئة النقل في نيوزيلندا بتغيير لافتات الطرق، وذلك بعد أن أرسلت خطابا لفتت فيه الانتباه إلى أن هذه اللافتات غير عادلة ومتحيزة. ونشرت والدة الطفلة تغريدة على تويتر تروي قصة العمل البارع الذي قامت به ابنتها، وقالت إنها كتبت خطابا للرئيس التنفيذي لهيئة النقل النيوزيلندية لتطلب تغيير لافتة لاينمان عامل الخطوط بأخرى أكثر صوابا وعدلا، لأن النساء يمكن أن يكن عاملات خطوط. وأضافت الأم: لقد وافق المسؤول التنفيذي والهيئة تقوم حاليا بتطوير لافتات جديدة تحمل عبارة لاين كرو طاقم الخطوط. من جانبها قالت هيئة النقل في نيوزيلندا على حسابها الرسمي على تويتر: سعدنا بتلقي اقتراح زوي، لأن الأفكار العظيمة يمكن أن تأتي من أي شخص بما في ذلك من لم يتجاوز عمرهم 7 أعوام. للكتب والمكتبات اهتمام خاص في كل أنحاء العالم، فكيف إذا كانت هذه المكتبات قديمة وتحوي التاريخ والأفكار على شكل كتب وفي أماكن تاريخية صمدت لآلاف السنين؟ صحيفة الجارديان البريطانية نشرت بعضا من هذه المكتبات، نتابعها معكم. كيف عبر الرسام الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما نتابعه فيما نشرته عدد من الصحف. بهذه المجموعة من الصور والرسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.